في غرب البلاد وتحديداً في محافظة الحديدة نوع مختلف من التراث الذي تتميز به، رقصات شعبية وأهازيج وألعاب غنية تعرف بها قبيلة وأرياف بيت الفقي التي تعد من أهم القرى في بطن تهامة. أهم موروث أبناء قبيلة الزرانيك. قبيلة الزرانيك هي أحدى القبائل المهمة جداً التي تكتل بطن تهامة، يعني ما بين وادي رماء وادي سهام في هذه المنطقة يعني على وجه الخصوص، وهي تمتد في حدود 64 كيلو من الشرق محاذاة الجبال إلى الساحل الغربي. وأهم مناطق قبيلة الزرانيك بيت الفقي التي تعد هي عاصمة القبيلة. وتشتهر قبيلة الزرانيق بواحدة من أهم الألعاب التي تتفرد بها عن غيرها، وهي لعبة القفز على الإبل، والتي تبدأ بالقفز على جمل واحد ثم يزيد عددها طبقاً لصعوبة المستوى وخبرة اللاعبين. أما بالنسبة للأهم الرياضات التي تمارس في قبيلة الزرانيق أو التي تتميز بها قبيلة الزرانيق على وجه الخصوص، هي رياضة القفز من فوق الإبل، وهي الرياضة الوحيدة التي يمارسها أبناء قبيلة الزرانيق دون غيرهم من أبناء القبائل الموجودين في تهامة الغربية بشكل عام، دون أبناء أي بقية أبناء اليمن. وهي من أهم الرياضات، والتي في اعتقادي أنا أنها تستحق أن تدرس أكاديميا وأن يتم الحفاظ عليها كموروث وهوية. الرقصات التي يقدمها أبناء البلاد والتي ترافق اللعبة ليست مجرد حركات تتمايل أجسادهم بها، بل هي تعبير عن الهوية والتاريخ والمعتقدات التي توارثتها الأجيال. ومن بين الرقصات الزرنوقية الحمراء التي تتميز بحركاتها السريعة والقوية، ورقصة التسيف المعتمدة على استخدام السيوف وتؤدى في المناسبات الاحتفالية إلى جانب رقصة الحقفة. من بعيد الأزل تراث يعبر عن هوية وتعمق هذه القبيلة وتجذرها في التاريخ، وهي قبيلة في السلم مسالمة وفي الحرب ذات سطوة في الحرب. تؤدى الرقصات بالعزف على بعض الأدوات الخاصة كالمرافع المعروفة بالطبول والناي المرافق لها، وتحيا بها مناسبات الأفراح واحتفالات انتهاء موسم جني التمور والمواسم الزراعية الأخرى.